ادي اللحظات وادي الصور التذكاريه. لازم نرجع كده ليه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، كنت معكم معلقكم ومحدثكم الرياضي احمد مناع، واسيبكم مع الاحتفاليه المستمره في سهره صباحيه رمضانيه لملكات النادي الاهلي، ونعود سريعا في الاستوديو التحليلي مع الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام. كابتن هيثم اليك الميكروفون. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر. وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول السطر. Stop me.